الأمل ينجم يضعف نهار قدام ظروف الحياة وقساوتها. قابلنا إيهاب وحازم، زوز شبان الحلم عندهم ممكن يكون بعيد، أما مازال ممكن. أهلا بيك. صافا؟ شحوالك؟ لاباس؟ به رجعت تقرا ولا؟ مازلت؟ احنا المرة اللي فاتت حكينا على كيفاش انت بطلت القراية، وعلاش بطلت؟ بطلت خاطر ما عادش عندي الحق نرجع. ما قالك عملوا قانون جديد كي تفوت 16 سنة عامين ورا بعض وما عادش نجم ترجع. معناها انت عاودت البريمير اني عامين؟ اي؟ وما عادش نجم. شنو لازم باش ترجع؟ فما حل واحد اني نعمل مطلب. اي تاع تفليف وعملت اندمو المطلب هذا عملته. اي اما ما يقبلوش عملته. ما يقبلوش فيه اللي يجي. وقتاش عملته؟ عملته اول ما رجعت القرايه. اش معناها ما يقبلوش فيه اللي يجي؟ انا خاطر في بالي معناها باش نعمل مطلب باش يعملوا هما جلسه وباش يرجعوا اي امور قانونيه هيك. من بعد نشوف انا يجيني صاحبي يقول لي انا رجعت نقرا كيفاش راهو هو عنده شكون في المندوبيه الاخر يعرف المديره. معناها الدوموند تعملها ويشوفوا المستوى نتاع التلميذ ولا سلوكه ولا شنو؟ المستوى يغزر معناها هذاك شكون عنده معرفه ولا ما عندوش ما يرجعش. منين جبت انت المعلومه هذي؟ من اصحابك اللي راجعوا؟ اصحابي الكل. باهي انت حسب ما شفت انا الحاجات اللي تكتب فيهم تو يظهر عندك مستوى معناها حتى في الكتيبه في كيفيه انك تكتب الشعر هذاك والاغاني توسا. علاش اخترت انك تعاود ساعة ديجا العام مرتين؟ علاش صارت لك ظروف ظروف يمكن معناها مش نحط في الانتوراج 100% فما استهتار مني انا شوي. فما معناها انتوراج خايب في عائلتك؟ فما مش في عائلتي في الليسي؟ الليسي حومة اي حاجة. شو الانتوراج اثر عليك؟ اثر. كيفاش اثر؟ معناها في الوقت كيفاش معناها ما عادش نجم نخلي معناها وقتي للقراية. كيفاش تتلهي؟ نتلهي تخرج مع أصحابك و أصحابي و والنجم نقول لك مثلا زادة طحت في البياج متاع الحب. الحب؟ إي مش بكري شوية؟ غدرني. باهي اي ماذا ماهوش من انه يكون عندك اصحاب ولا معناها تتلهي في حاجه معينه، مش معناها تسيب قرايتك، يعني ماهوش لوجيك معناها انك تسيب قرايتك على خاطر الحكايه ذي. اي بالطبيعه ماهوش لوجيك. قلت لي قبل انك انت قدمت باش تعمل اون فورماسيون، اما ماكش مقتنع. مش مقتنع بها. منين جاك الغرام بالشعر هذا والكتيبه؟ ملي انا صغير نقرا معناها نوريك القصص والكتب اللي كانوا عندي في بالحق؟ ما تلقاهمش في مكتب. تكتب؟ نكتب ديما. شو ما تلقاهمش في مكتب؟ يعني نجم نكتب لك سيناريو نتاع فيلم نتاع مسلسل عادي. الغنيات، اخر حاجه كتبتها شنو؟ اخر حاجه كتبتها قصيده بالعربي. اللي هي؟ اقراها من تليفون. غزي. تحفظها؟ ما نحفظش نكتب. ثلاث دقيقة بربي نجم نشوفه؟ نجم نقوله ولا لا؟ قصيدتي بلا عنوان أكتبها دمعا أو حبرا، قصيدتي موجهة لإنسان لن يقرأها ولو سطرا، قصيدتي صالحة لكل زمان ومكان وعصر، أعانق بقصيدتي كل الأركان وأسمو بها حتى ألامس السماء والمطر، قصيدتي للمشرد والصاحب ولصاحب الكوخ والقصر، لن أتكلم عن الندم أو على الحسرة. كمل باهي هذي شوية طلع نحطو ولا شوية شنو هذيك؟ هذي فابورية هذوما كل هذول على قصة هذوما الحب هذوما العلاقة هذو مزوز كهول الباقي معناها الباقي أغاني نكتب فيها مسجل. حرام عليك دموع قلبي هكا هذه في بالي باش نسجلها مازال.
رجعت شفت في الليسي اسكو شنو عملوا في الدوموند اللي انت حطيتها؟ مشيت. وقتاش اخر مره مشيت؟ عندها شهر كيف. اي اش قالوا لك؟ قول لي باهي باهي ولا ساعات يقول لك برا مشي لسي فلان وراو مثلا مازال ما فماش جلسه وتو ما عنديش انا مطال. كل مره يقولوا لك كلام. كنت من المتفوقين انت؟ على الاخر نوريك شاهد معناها انا نبداك من التحضيري للويتيام. كلهم امتياز شكر امتياز شكر. ما بعد سي وصلت معناها النوفيام سي بديت نرجع في البرومير جيم. مازال قائم الذات الحلم ولا نجم يتحقق؟ مازال اما لازمني باش نحافظ عليه لازمني بالحق معناها نواجه العباد. تواجه العباد ولا ترجع تقعد؟ إذا نقرا بالطبيعة ما لازمني نواجه العباد خاطر العباد هما معناها يحبوا يضيعوني مني يضيعوا مني الحلم. العباد هما يشجعوا فيك انك تبطل قرايتك؟ العباد يشجعوا فيا باش نقرا اما حتى حد ما شجعني باش نمشي للحلم نتاعي. احنا هنا نشجعوا فيك باش ترجع تقرا وترجع متفوق كما كنت. ها؟ كيكا نرجع. نرجع كيكا ما سمعتكش؟ نرجع ونشد الطريق للحلم. خليتوش بطل القراية هو كان من الأوائل وبعد ما نعرفش كيفاش كهبط لليسيت فيه برشا فسات دوبلي عامين في جرت بعضهم هما اللي وقفوا على القراية مانيش أنا اللي خرجت ليسيه كيف مشيت عملت له مطلب رقدوا فميك يحبوا معناها رشوة يحبوا ولد فلان وعنده شكون اكتاف باش يدخل يقرأ قاعد واقف لتا وما رجعش يقرأ نشوف في شهاده الامتياز نتاعو يعني متميز معناتها اي متميز هلا غالب ما كان انسان ولا لي انسان اخر تراه يكتب انت كيفاش يكتب القصايد وكل يكتب ويغني وديما مسكر على روحه الباب يبقى يغني شو هو الحاجات اللي مشالهم قلت لي انت في الليسي فما حاجات هكا ماهيش باهيه برشا شنو هو مثلا فيش مشى مثلا؟ لا هو ما مشى في حتى دومين الحمد لله ذيك الحاجة شاف في الليسي حاجات فما توا ما عندهاش الجمعة طفلة زعما ما تروحها من فوق هو على الدوزيام الليسي فيه ال فيه الدروك فيه الدخان فيه الحرابش فيه كل شيء والمدير عبارة ماهوش موجود جملة بدلوا المدير جابوا مديرة وطاو نحوه زادوا جابوا مدير آخر يعني المسؤول على الليسي الكل ماهوش قادر انه فهمتني؟ تحبوا يرجع يقرا؟ انا خليت على راحته. اي ما انت تحبوا يرجع يقرا؟ انا ماذا بيا مستقبله هذاك. انا تصدمت كيف هو اللي يجيب لي في المعادلات هذيك. باهي حتى نشوف مع الليسي. انا ماذا بيا يرجع يقرا ويقرا يقرا معناها مش يقرا يقرا بيان سور هو عندني كيرا. صحيح ولا ما سمعتكش؟ في الأثناء اتصلنا بوزارة التربية باش نحاولوا نشوفوا حل إيهاب باش يرجع يقرأ ويحقق حلمه أنه في نهار من نهارات يكون محامي. احنا في طريقنا الحي التضامن في قهوة الحومة كان على موعد مع حازم 22 سنة الظروف خليته يتخلى عن الحلم. شو الحاجة اللي خليتك تبطل القراية؟ إيش يعني حاجة بطل الهامدة يعني قلت لك جد مثلا مش تهمة انت عمرك 13 سنة حاكم ولا لا مش مشي تهمة إذا أنت في الشارع أنت كيش من بعد كيش كون مش مشي يقول لك أنا أرجع ليه ما يتبعوكش العائلة يقول لك ليه كم قراية اللي دبر خدمة من هنا يعرس و... أنت تلقى في دار ونحن ست أخوة خدمت وأنت صغير؟ بالطبيعة شو خدمت؟ تحب شنية تتصور انت؟ ما عرفش؟ خدمت القهوة؟ في القهوة هي قهوة كون تسوق شتبيع؟ اللي كنت نخدم قهوة يعني شتبيع؟ بالفريق مع بعض 13 سنة؟ 13 14 13 ناس في الجيجوات مع بيمبو كيفاش كانت تدور لك الخدمة وقتها في العمر هذاك معناها انت تقول نورمالمون الناس في عمري انا يلعبوا يشوفوا اصحابهم وكل شيء يبدا يقرا بالمكتب يعني كيفاش تدور لك انه حاجه عاديه وقتها؟ لازم كي تمشي لازم شكون لازم عليك؟ منتوراج دار كل ما تقولش يا ريتك ما تقراتش ما لقيتش انا شكون باش
يعطيني تريحة حاجة منقوله فيها ويقولي لي كمل أقرأ لروحك ولا تبع قرارك ولا أعمل ينصحك يقول لك كمل ما لقيتش شكون صح نصحني حتى وين حتى وين ملي أنا نق قلت لي مغروم مغروم بالكوافير ولا عملت خدمت في الدومين هذا جام هاي عندي ماخذ شهادة ماخذ بلون على ما قدمتش قاعد تكيك شهادة يا ليش ما لقيت كرهت الخدمة تحت لاعبين ما عادش نحب نخدم تحت لاعبين نحب نخدم حاجة بواحد إيه معناها تحب تحل معناها حانوت حجام وحدك ما ضاب باي علاش ليه تنجح في ذي؟ تنجح إن شاء الله قداش عندك تو معناها ما تخدمش قداش عندك؟ أنا؟ فما عام ما عملت حتى شيء حتى شيء كيفاش تعيش؟ هلا هني قوم مخرج للشيء كيفاه؟ مخرج للشيء ما يعطيك حد لهم اي اش تعمل معناها كيفاش تعيش؟ نصدقاء نعاونوا تهومتي هذه قهوة لهني ديما نعاون فيه يا يعطيني اليوم نجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك نكبر ونولي وتعطيونا اقتراحاتكم بمهن جديدة يحلموا بها صغاركم par contre في الشتاء تتحيد الجريب والانجين que ce soit pour les adultes pour les enfants et pour les nourrissons ما تو قلت لك شويه لفحم ماشي شويه لفحم في الشتي